غالبا ما تعاني الأندية الكبرى من نجومها السابقين عندما ينتقلوا إلى أندية أخرى، ويتسبب لاعب أو لاعبين في الوقوف كحجر عثرة أمام انتصارات زملائهم القدامى، ويكونون عامل دعم وقوة لرفاقهم الجدد. ولكن ماذا لو كان القوام الأساسي لفريق مثل مصر المقصة يتكون من لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الأهلي؟ هل تزيد هذه المتاعب ويشكل هؤلاء المطاريد خطورة حقيقية على ناديهم في لقاء اليوم؟ مصطفى كمال في حراسة المرمى، أحمد السيد ورامي عادل وحسين السيد في خط الدفاع، هشام محمد وهاني سعيد ومحمد ثابت صاروخ في الوسط. 7 لاعبين سبق لهم اللعب في النادي الأهلي شاركوا في فوز مصر المقاصة على الداخلية في الجولة السابقة، إلى جانب الثنائي رمزي صالح وأحمد علي، ليصل عدد لاعبو الأهلي في هذا الفريق إلى 9 لاعبين بالتمام والكمال. طارق يحيى المعروف عنه استثمار الجوانب النفسية للاعبي فريقه، لن يترك هذه الجزئية دون العزف عليها لتحقيق ما يصبو إليها. فهل يحقق ما يريد أم يكون لنجوم الأهلي ومحمد يوسف رأي آخر؟